السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نناقشوا هاد الشيء اللي داز هاد الويكند اللي كنقولوا او نهاية الاسبوع بالنسبة لبنى. لبنى اللي خرجت في الاعتذار واللي بان لي انا بان الاعتذار ديالها كان موضوعي وان كان متأخر، لان يعني دازت واحد الفترة طويلة كلشي كان كينتظر انها تصحح داك الطريقه اللي قدمت بها الاعتذار ديالها. لبنى عندها واحد الطريقه خاصه بها باش كتقدم نفسها، باش كتقدم الاسره ديالها، باش كتعبر عن نفسها، ولكن ماشي الناس كاملين كيقدروا يفهموا لبنى، وماشي الناس كاملين كيقدروا يتقبلوا الطريقه ديال لبنى، لان حنا كنعرفوا بان بعض الناس كيبغيو يعني المسائل تكون مختصرة وما تتعبرش على نفسك وما تهضرش على نفسك أكثر من الموضوع باش كتكون مقبولة عند المجتمع. المجتمع ما كيقبلش الإنسان اللي كيمجد نفسه بزاف، ما كيقبلش الإنسان اللي كيعبر على شخصيته، حيت حنا واحد المجتمع ديركت. فالاعتذار الأول ديال لبنى كان فيه شويه ديال الفلسفه، هذا اللي شت انا هو اللي ما خلاش الاستاذ داودي المحامي يتقبلو، اعتبروا استهزاء به واعتبروا ك يعني سخريه. لهذا كان من الصعب انه يتقبل داك الاعتذار الاول، خصوصا انه كان مرافق موسيقى، والاعتذار عمره ما كيكون مرافق بموسيقى. اسمح لي ألبنى، هنا غادي ننتقدك، لان الحاله اللي وصلتي ليها الان وزيرتي على راسك وصبحتي في عنق الزجاجه، هذا كان بسبب التصرفات ديالك اللا مسؤوله. ما عرفتش انا بدانا بنفس بالي، ما عرفتش واش هادشي كنتي كديرو عن قصد ولا عن غير قصد. فيعني الانسان ملي كيعمل شي تصرف خصو يتحمل المسؤوليه ديالو. اما بالنسبه للاعتذار الثاني وان كان متاخر فهو كان موجز ديريكت يعني مباشر، فيه كلمات ما قل ودل وموضوعي، يعني جاني اعتذار مقبول، لكن بالنسبة للآخرين ربما جاء متأخر. إذا جينا ننتقدوا اللي قبلوا الاعتذار أو عدم قبولي أو قبلوا بشروط، ف يعني دائما كنت كنشوف الفيديوهات ديال الأستاذ المحامي كيقول بطبيعة الحال هو الاعتذار جاء متأخرا، لأنك لو كان جاء في الإبان ديالو كنا غادي نتفاداو بزاف ديال المسائل، كنا نتفاداو حتى الشكاية اللي تقدمت بها. ما كنتش انا ما عنديش الغاية انني نرسل واحد الانسان للحبس وندعيو ويكونوا ولادو بعادين عليه ويعيشوا شي مآسي وازمات نفسية داخل الاسرة ديالهم، هذا شيء نستبعده بطبيعة الحال ولا يمكن ان نكرسه كتصرف. ولكن نظرا ان يعني دائما كنت كنشوف الفيديوهات ديال الاستاذ المحامي كيقول انا ماشي الهدف ديالي انني ندخل الناس للسجن، وانما ندافع على الناس ونخرجهم من السجن. وهذا يعني كلام انسان مسؤول وانسان معقول. يعني انه طلب من لبنى التكاليف والاتعاب ديالو ديال الخدمه ديالو، هذا من حقه لانه يعني محامي والعمل ديالو هو انه يقوم لك بالقضيه على الوجه الاكمل ويتقاضى الاجر ديالو، يعني القدر او المبلغ هو اللي كيحددو، ما كيقدر يحددو حتى واحد. بالنسبه للمحسنه، ما غاديش نذكر الاسم ديالها لان هي ما كتعجبهاش اللي نذكر الاسم ديالها، فكنشوف انا بانها هي اللي بغات وهي اللي تطوعت انها تساعد
أسرة مغربية وبالشهادة. حنا ضروري كمجتمع إسلامي فاش نشوفوا الخلاف بين واحد الطرفين، أول حاجة تنقلبوا على الهدنة وتنقلبوا على الصلح ونتفاداو داك المشكل، بغض النظر بأن كاينين شكايات، كاينين شكايات عند القضاء. الحاجة الوحيدة اللي تنعرفوا يعني رضا الله ورضا الوالدين، هي اللي بغات تعطي هدايا من الذهب، او هي ما عطاتش الذهب وانما عطات واحد القدر باش البنات تشري الخاتم من الذهب، وان كان داك القدر اللي عطاته ما كانش كافي. البنات خرجت واحد الفيديو هي والسي بوكريشة وكانوا كيحتفلوا بهاد الهديه وشكروها، وانا كنت عطيت واحد الفيديو كنبين الشكر ديالهم فيه. فهي اللي قدمت داك الهديه وهي اللي بغات، حتى واحد ما ضرب على يدها. من بعد 48 ساعة خرجوا تيبكي، كيف البنت، كيف زوجة الأب، كيف الأسرة كاملة تتبكي وتتستعطف المغاربة باش يعاونوها وباش يحنوا فيها. هنا فاش قلت لهم صافي ماشي مشكل، غادي نتكلف أنا بالمحامي، ماشي مشكل، غادي نتكلف أنا بالمحامي. سمعت يسرى عبر الانستغرام وقاتلها ويعني وبغات تدعم هاد الأسرة، وهي شنو كان الهدف ديالها من وراء ذلك الله اعلم. واش كانت باش تطور القناه ديالها، واش كانت كتسعى للشهره، وربي هو اللي عالم الخفايا والنوايا من وراء دعمها للاسره المغربيه. علاش اختارت هي بالضبط يسرى في الانستغرام باش تتواصل معها من دون العالم؟ كاينين الناس بزاف اللي عندهم قنوات بزاف الناس مشهورين في الانستغرام، علاش اختارت يسرى بالضبط؟ شنو هو الهدف من وراء انها اختارت يسرى بالضبط؟ و الا كنتي اخترتي واحد الاسره باش تدعمها فكنعرفوا بان الدعم كيبقى من الاول حتى الاخير، وملي كتقدم الدعم ما كتمنش على الناس بداك الدعم، ما كتقولهمش انا عطيتكم وتخرج تشهر بهم وتتابعهم على داك الدعم من بعد ما كيوقع شي سوء تفاهم بينك وبينهم. هذه كتحسب صدقة ولا كتحسب إحسان أو كتحسب يعني هدية، أي حاجة بغيتي تسميها ممكن لك شي تراجع فيها وتطالبهم أنك أنهم يردوا لك ديك المبالغ، وفوق هاد الشي كامل أنه يكون يعني واحد النوع من الربا. يعني شحنا كنقول كنا عندنا في الدين ديالنا أن إلا عطيتي واحد المبلغ ما خصكش تعطي تطالب بالربح منه، يعني يكون داك المبلغ زائد عليه، هذا كل زيادة كتزاد كتسمى ربا. ثانيا المعاملة ديالك المالية بينك وبين يسرى ماشي بينك وبين لبنى، وهذا كامل كان اعتراف منك. فلماذا في هذا الوقت هذا بالضبط ملي خرجت لبنى بالاعتذار وكان اعتذار صريح جيتي في الكواليس بقيتي كتفاوض على الثمن ديال الاتعاب كانك حتى انتينا محاميه، عطيتي واحد الماده وانت اللي عطيتيها من الرضا ديالك فممكنلكش تراجع. التصرفات اللي كدير هادشي اللي بغيت نعرف انا، حيت انا بقيت ساكته ما بغيتش نتكلم في هذا الموضوع، ولكن بقيت كنناقش بيني وبين نفسي وكنشوف بان هذا التصرف اللي كتقوم به تصرف غير انساني، تصرف فيه جشع، تصرف فيه ابتزاز، ولهذا ما يمكنش انسان يسكت على واحد الحاجه. وضعتي الإنسان في واحد الزجاجة وغلقت عليها وخليتيها ما عندها لا تنفس لا حتى حاجة، واعتبرتي بأن هذا إحسان وهذا مساعدة، هذا ماشي مساعدة، هذه بياج، هذا عملتي واحد الشراك وضعتيه باش تبتز هاد العائلة. وشنو الهدف ديالك من هاد الشي؟ هذا الله أعلم، دائما كنقول أنا الله أعلم. إذا كان من أجل الشهرة وإشهار القناة ديالك فكنتي تقدر تعاون مع اي واحد عنده قناه مشهوره ويطلع لك القناه ديالك كيف معروف عند الناس اخرين. كنت انا ضد هذه المساله هذه وعمري ما درتها، والدليل ان القناه ديالي مثلا مسكينه ما عندهاش مشاهدات. يعني
الهدف ديالك عندك شي هدف، شنو هو؟ الله اعلم، غادي يتضح فيما بعد، غادي يتضح فيما بعد. ولا لانك انتينا انسانة كتبغي تكون في الواجهة وكلشي كيهضر عليك، والويل الويل اللي ينتقدك، والويل الويل اللي يعني يشير لك بيد بالاصبع ديالو، كانك انت منزهة، ما فيك حتى شي غلط، ملائكة نازلة من السماء. هادشي بزاف، هادشي اللي كديري بزاف وبزاف وبزاف. يعني الانسان يقدر يقول ان لبنى عندها غلطات، وانها متسرعة، وانها كتصرف شي تصرفات يعني بعض الاحيان ما كتكونش مفهومة منها، ولكن انتي كمحسنة وك يعني كنتي بالنسبة للناس كاملين منقذا هاد الاسرة، علاش تحولتي هاد يعني علاش تحولتي 360 درجة لمجرد انك التقيتي بهم في الدار البيضاء؟ انا في واحد الوقت كنت كنظن بان هادي غير واحد الطريقة درتوها، ولا واحد الكومبلو درتوه بيناتكم باش يعني ما نعرف، قلت ربما كتبحثوا على البلاز، في حين انه اتضح بانها بصح تغيرتي. لماذا؟ بزاف التساؤلات بقى موضوعها، ولقينا بان الناس اللي كانوا كيسيئون هاد الاسرة ما سؤلاش بالصيغة اللي سئتي لنتي، فلماذا كل هذا؟ علاش؟ شنو عندك؟ شنو السر وراء كل هاد الاشياء اللي كديري؟ خصنا نعرفوا شنو هاد السر، علاش انتي كتصرف بهاد يعني بهاد العجرفة وبهاد اللامسؤولية والإحسان حولتي الإساءة أكثر من الإساءة، يعني أنك بغيتي تزج أم عند طفلة رضيعة. يعني واش أنت ماشي أم؟ ما عندكش أطفال؟ ما كتحش؟ ما عندكش إحساس بأن الأمومة شي حاجة يعني خطوط حمراء؟ واش بغيتي دابا أنت بالنسبة لك كتزجي بالأم والإبنة في نفس الوقت رضيعة كتدخليها للحبس، والله يتدخلوا كنتي في دول اللي زعما يتدخلوا هذوك الجمعيات اللي كيحموا الطفوله، الى غادي تنتي غتكوني امام المساءله، لانك نتينا غتسئن واحد الام في مرحله بقى كترضع بنتها. هذا هو هذا اللي كنشوف انا. نتي اللي دابا نتي اللي خصك تعاقبي، ماشي هي، ماشي لبنى، حيت نتي اللي تقلبتي على هاد الاسره ونتي درتي لهم الشراك وبغيتي تدوس بهم في السجون ام الرضيعه ديالها، وقلبتي الصدقه بالمن والاذى. هادشي اللي كنشوف انا، هادشي اللي دابا انت كتسئن الطفوله. انا كنشوف بانك كتسئن الطفوله. طفله غادي تزج بالام ديالها في السجن، الام غادي تفارق مع هاد الطفله، خاصها تدي بنتها. اذا انت كتزجي بطفله في السجن عمري اول، خاصها تكون هادي خبر عالمي، ام محسنه تزوج برضيعه في السجن، هذا هو العنوان، هذا هو العنوان اللي خصو يكون. وسبحان الله ملي كنكونو كنسمعو الهضره والكلام على الدين والاسلام، وحنا عندنا يعني تقاليد، وحنا عندنا يعني قيم، وحنا كنفرحو كنقولوا هاد الناس عندهم قيم وعندهم، ولكن ملي كنشوفو التصرفات كنشوفو العكس تماما. حتى اللي ما عنده لا دين ولا مله ما يتصرفش هاد التصرف هذا. هادشي بزاف، هادشي بزاف. حنا طلبناك وقلنا لك انت انسانه كذا وكذا وكذا، يعني عطيناك جميع الاوصاف ديال الملك، ورغم ذلك في الكواليس كتصرف في الشكل، في الحقيقه امام الكاميرات كتصرفي بشكل اخر. وشنو الهدف ديالك؟ وشنو الهدف ديالك جيتي من هاد الاسره بالضبط؟ وعلاش مشيتي عند يسرى بالضبط الانستغرام ومشيتيش عند ناس اخرين؟ شنو الهدف ديالك؟ هذا هو السؤال انا كنبقى واضح.